مرحبا عمو، وين رايحين انت؟ الجامع. ها؟ الجامع. شو عم تسوى؟ عم نقرا قران. طيب انتوا تروحوا، ما نكون خايفين من قصف هلا، انت وشايف انه عم تركضوا ليش؟ ما عم نركضوا، عم نجرب. ايه، واذا صار قصف وين بتروحوا؟ ها؟ في المدرسة مقاتلين. يعني هلا انتوا مدرسة، ما عم تروحوا على المدرسة؟ بنروح. ها؟ طيب إذا صار قصف بتروح على المراجع؟ إيه. شو وصلتوا لأي جزء أنتوا بالقرآن؟ السابع